أهلا بكم. شارك النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دجلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول. ويأتي افتتاح مسجد تقسيم في إسطنبول تزامنا مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية الذي يصادف 29 من مايو. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عميق شكره وتقديره لمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في هذه المناسبة التي وصفها بالمناسبة الكبيرة لتركيا. يذكر أن وفدا وزاريا يرافق النائب الأول في زيارته لتركيا يضم وزراء الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والطاقة والنفط والتنمية العمرانية والطرق والجسور والنقل، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بقيادة السفير عادل إبراهيم. التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض الفريق أو الركن شمس الدين الكباشي أمس بفندق كرواني بجوبة مجموعة الأجندة النسوية بحضور الأستاذة بسينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي والأستاذة تيسير النوراني وزيرة العمل والإصلاح الإداري. وتناول اللقاء قضايا المرأة العامة وضرورة مشاركتها في عملية التفاوض الجارية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. وأوضحت الأستاذة مها زين العابدين ممثلة مجموعة الأجندة النسوية في تصريحات صحفية أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز دور المرأة ومشاركتها في العملية التفاوضية ودعم مسيرة السلام وضمان إدماج قضايا النوع في ملف السلام وتقريب وجهات النظر بين أطراف التفاوض. قالت مها: وجدنا التزاما من عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي المفاوض برفع نسبة تمثيل المرأة في اللجان الفنية الخاصة بملفات التفاوض. عبرت وزيرة الخارجية السودانية دكتورة مريم الصادق عن رغبة السودان في تنشيط العلاقات الثنائية مع دولة غانا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن سودان الثورة يعمل من أجل الشراكة في التنمية والاستثمار والتبادل التجاري. أكدت الوزيرة خلال لقائها أمس بالرئيس الغاني نانا أوكبو أودو خلال زيارتها إلى العاصمة الغانية أكرا ضمن الجولة الإفريقية الثانية لشرح موقف السودان من تطورات سد النهضة وتعزيز علاقات السودان الخارجية مع الدول الإفريقية، أن غانا من الدول المهمة للسودان وأنه حريص على تفعيل علاقاته وتعاونه الإقليمي وانفتاحه الدولي والدخول في شراكات استراتيجية خاصة مع غانا التي تترأس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الأيوكواس وتستضيف الأمان العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي. أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر أن تمثيل المرأة في جميع اللجان الفنية بالمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. أشار الوزير خلال لقائه مجموعة الأجندة النسوية بفندق بال بجوبة إلى أن الأجندة النسوية متضمنة في أجندة التفاوض، منوها إلى أن مشاركتهم في جميع مراحل التفاوض مشاركة فاعلة في العملية التفاوضية. وناشدت المجموعة النسوية بالمشاركة في جميع اللجان الفنية بالمفاوضات السياسية والأمنية والإنسانية، مطالبين الحكومة بالمواثيق الدولية خاصة بالنساء. في شأن الرياضي، توج فريق كرة السلة بنادي الهلال بلقب دوري أندية الدرجة الأولى بولاية الخرطوم وسط احتفالات كبيرة من قبل الأنصار وبحضور رئيس لجنة التطبيع الأستاذ هشام حسن الصوبات ومساعده الفاضل التوم والفريق السير أحمد عمر الأمين العام والأستاذ نزار مالك، وذلك مساء أمس على ملعب طلعت فريد بالخرطوم من خلال المباراة الختامية أمام المريخ بعد أن حسم الفريق لقب الدوري مبكرا. وشهدت المباراة أحداث شغب بسبب إصرار مدرب المريخ الموقوف بقرار إداري الإشراف على فريقه لينسحب على إثر إبعاد فريق المريخ، وعليه قررت اللجنة نهاية اللقاء بفوز الهلال ليتم تتويج لاعبيه بالكأس والميداليات الذهبية. فاز المريخ العاصمي على مضيفه الهلال كادوغلي بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من الدور الثاني للمسابقة عصر أمس.
ورفع المريخ رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الهلال، وتجمد هلال كادوبلي عند 10 نقاط. وفي ثلاث مباريات أخرى قفز حي الوادي إلى المركز الثالث، وذلك بعدما حقق الفوز على مريخ الفاشر بنتيجة 3 أهداف لهدفين، ورفع الوادي نقاطه إلى 27 نقطة، وتجمد المريخ الفاشر عند 9 نقاط. وتعادل الخرطوم الوطني ومضيفي هلال الأبيض بهدف اللقل، ورفع الأبيض نقاطه إلى 21 نقطة، فيما رفع الخرطوم الوطني نقاطه إلى 25 نقطة. كما تعادل الأمل عطبرة وشرطة القضارب سلبيا ليرفع الأمل نقاطه إلى 23 نقطة والشرطة إلى 14 نقطة. انتهت الأخبار، شكرا للمتابعة.